المجتمع دي بترفع درجة المناعة عند المجتمع، وبتحمي المجتمع، وبتوفر له وجهة النظر الأخرى، وتحمي الدولة. فالمعارضة شيء مهم. ما يحدث في المجتمع الآن، أنا أخشى إن يكون في تيار يعني رافع شعار مفيش معارضة، هي وجهة نظر واحدة، هي رؤية واحدة، ويتم إقصاء. مين حضرتك تقصد مين التيار ده؟ في تيار في المجتمع، انا موجود في الصحافه وموجود في الاعلام وموجود في مواقع كتيره جدا. فكره المعارضه يعني حاله من بيتعامل معها بازدراء، وبيتعامل معها باقصاء، وبيتعامل معها بطريقه انه لو مش موجوده يبقى احسن، لو المجتمع ده كله، ويتهمها بقى باتهامات كثيره جدا. ما يبقى لي وجهه نظر معارضه، انا عميل وممول وخائن واحمل باتهامات كثيره جدا جدا. فيش مجتمع كده على الإطلاق. إحنا فرصة حادث الطائرة المصرية ده خلينا نأسس مجتمعنا على إنه إحنا دولة ديمقراطية مدنية فيها الرأي والرأي الآخر. يقبل رأي أستاذ عمار، يقبلوا رأي، إنما بنختلف على أرضية الحفاظ على الدولة المصرية، وبنختلف على أرضية ان كل واحد بيحترم وجهة نظر الآخر، وبيدافع عن انه كل طرف بيدافع عن الطرف الثاني لازم يمكن من انه يقول أكيد وجهة نظر. اكيد اعود مرة اخرى ل